مستشفى النيل قسم العظام برئاسة الدكتور أسامة عبد الرشيد وفريق العمل كله. طبعا بشكر شركة إليكزير على رعايتها لينا من أول محاضرة، وإن شاء الله مكملة معانا للآخر، وكذلك بشكر شركة إنسباير اللي ابتدت تشارك معانا. طبعا زي ما الدكتور أسامة قال، احنا تعبنا جدا الجمعة اللي فاتت، كنا بنجهز لكم هذه المحاضرات على شاطئ البحر في الغردقة عشان تعرفوا قد ايه احنا كنا تعبانين. النهاردة محاضرة انا شايف انها محاضرة مهمة جدا جدا، يمكن كثيرين يا اما ما يسمعوش خالص عن التارسال كواليشن او بيسمعوا بس معلوماتهم عنه قليلة جدا. النهارده الاستاذ الدكتور محمد مختار واحد من فرسان الفوت اند انكل في مصر ويمكن في الدول العربيه كلها، هيكلمنا عن التارسال كواليشن. Is it rare entity؟ هيجاوب. How to diagnose؟ هيجاوب. How to treat؟ هيجاوب. What is the differential diagnosis؟ هيجاوبنا. وان شاء الله ان شاء الله هتبقى محاضره ممتعه، وارجوكم اصغوا جيدا لكلام دكتور محمد مختار. تفضل يا دكتور محمد. ألف شكر يا دكتور عاطف، ألف شكر أستاذي الفاضل اللي ياما اتعلمت منه الحقيقة، وياما عمل لي سبورت، وبشكره على دعوته الكريمة النهاردة اللي أنا أشترك فيه وبدار النيل، ودي حاجة تشرفني فعلا، تشرفني وتسعدني جدا، وأنا بهنيكم على نجاحكم في التعليم عن بعد، وبشكر الدكتور أسامة على دعوته وعلى مجهوده الكريم، وبشكر كل الحضور اللي لسه لغايه دلوقتي رغم ان الشغل اللي بدا والدنيا بدات تشتغل تاني، ان الناس لسه يعني مواظبين على حضور الويبينارز والاستفاده، دي حاجه جميله جدا وبتبسطنا. الواحد كده يعني لما بيحس ان في جمهور وفي ناس بتسمع وفي ناس مهتمه بيبقى حريص انه يقدم حاجه كويسه. احنا هنتكلم النهارده عن ايثيلو كالكينيال كواليشن. يا دكتور اسامه الصوت واضح والصوره واضحه وكل حاجه تمام؟ تمام. هنتكلم على التيلو كالكينيال كواليشن. التارسال كواليشن او التيلو كالكينيال كواليشن اساسا هيبقى هو اساس الكلام على التيلو كالكينيال كواليشن. ايه مشكله التيلو كالكينيال كواليشن؟ مشكله التيلو كالكينيال كواليشن ان هو اندر دايجنوز او اندايجنوز، حالات كتيره جدا بتبقى هو فيري 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 كومن، يعني بشكل رهيب. لكن المشكلة إن محدش بيبقى عارف إمتى يشك إن في كواليشن وإزاي يدور عليه. ناهيك عن إزاي نعالجه بقى، إزاي نعالجه دي قصة تانية. لكن إن إحنا الأول إزاي نشك إن العيان ده من ضمن عينين ثلاثة التانيين عنده كواليشن، وإزاي نشخصه، وإزاي نبقى حاطين تريتمنت بلان ليه، بعد كده إزاي ننفذه. لكن المشكلة إن غالبية الحالات أساساً ميز، محدش بيشخصه. خلاص؟ فهي الفكرة إزاي نوصل للدايجنوزيس والتريتمنت بلان بتاعه التارسال كورنيشن. تمام كده؟ اللي عايزين نعرف الكلينيكال برزنتيشن، كلينيكال بيكتشر ايه؟ ديفرنشال دايجنوزيس ايه؟ راديولوجيكال ايفالويشن، انا اطلب انفستيجيشن ايه للعيان عشان اعرف ان هو عنده كواليشن ولا لا؟ وازاي اعمل ديسيجن ميكنج؟ وهل الديسيجن ميكنج ده ابسوليوت ولا كونتروفيرشال؟ وايه الريزلت؟ فهي دي مهمه جدا. العيان اقول له الاكسبكتد ريزلت ايه؟ هو الموضوع مش سهل، في كونتروفيرسيز كتير هنعرفها مع بعض. نبدا مع بعض الابيديميولوجي زي ما الدكتور عاطف بيه قال 1 ل 2%، يعني مصر فيها من مليون ل 2 مليون تيلو كالكينيال كواليشن، من مليون ل 2 مليون، مش حاجه بسيطه. فهو رقم وهو العدد كبير، ايه المشكله؟ ليه ما بنشوفهمش؟ علشان ما فيش حد عارف ازاي يشخصها. لكن بالنسبه للابيديميولوجي هو 1 ل 2% من البوبيوليشن عندهم كواليشن. اكتر كواليشن كومن هو التيلو كالكينيال والكالكينيال نافيكو. البيبرز بتختلف مين فيهم الاكتر، في بيبرز بتقول ان الكالكينيال نافيكولار اكتر، وبيبرز بتقول ان التيلو كالكينيال اكتر، وفروق بسيطه. المهم في الاخر هما الاثنين الموست كومن كواليشن. 50% of the cases are bilateral. 50% يعني مبدئيا احنا عندنا مليون ل 2 مليون، ولو ضربنا ان في نصهم bilateral بقى عندنا 3 مليون فوق دلوقتي.
يعني انا لو قعدت عليك حاله طرد الكواليشن بس في مصر 3 مليون فوت مش هخلصها ولا بعد 60 سنه. خلاص فالحالات كتيره جدا. سكند مور كواليشن هو التيلو كالكينيا، وفي ناس بتقول ان هو المور كومن، بس من 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 خبرتي انا الشخصيه ان في مصر التيلو كالكينيا الاكثر من الكالكينيا الريجولار. الكلام ده مش يعني ما هوش دوكيومنتد في حاجه، بس انا في مصر بشوف التيلو كالكينيا الاكثر بكتير. فممكن يكون ده عامل ريشيال او يعني في جينيتك فاكتور، انما في مصر انا بشوف اكتر حاجه الكيلو كالكينيا اكتر بكتير من الكالكينيا النابو. تمام، فهو مش قليل 2% من البوبيوليشن، ده رقم كبير جدا يستحق الاحترام ويستحق ان احنا نشوف طب ايه المانجمنت بتاع الموضوع ده. طيب غالبا العيان بيشتكي امتى؟ من 8 ل 16 سنه، غالبا 10 ل 12 سنه بيبدا يشتكي. خلاص، طب ليه ما بيشتكيش قبل كده؟ واحد يجي يقول لك ايه دي المشكله اللي مع الاهل دايما، تقول له ده عنده التصاق وراثي بين عظمتي، يعني عظمه الكاحل وعظمه العقب، عظمه الكعب وعظمه العقب. ايه يا دكتور، هو كان هو صغير كويس، عيب خلق ايه يعني؟ ما فيش حاجه، هو كان مولود كويس والموضوع ده حصل له عنده 12 سنه. لا، ده هو على مالبار او الكواليشن بقى اوستيفايد وبقى سيمتوماتيك لما العيان بقى عنده 12 سنه، لكن هو حاجه جينيتك. فانا بقول للعيان مثلا ايه؟ مثلا انت نظرك ضعيف؟ اه. طب ضعيف خلقي؟ اه، عندي ضعيف خلقي وراثي. لبست نظاره من سن كام سنه؟ 12 سنه. طب قبل كده كان نظرك كويس؟ اه. طب ما هو ايه المشكله؟ عيب خلقي بس بيظهر اثره في سن معين. مش معنى كده ان هي عيب خلقي ان هو لازم اتولد دلوقتي، بيبان اثارها بعدين. فهو طول ما البار كارتلاجينس ما بيبقاش فيه سيمتوم، لما البار يحصل له اوستيفيكيشن بيبدا يبقى سيمتوماتيك. عشان كده غالبيه العيانين بييجوا في الادوليسنس 12 13 14 سنه، الحدود دي. خلاص، هي ده السن بتاع البريزنتيشن ادوليسنت فلات فود. طب في ناس بيبريزنت ليت عن كده؟ اه، في ناس بريزنت ليت عن كده، انما جنرالي التيبيكال كلينيكال بيكتشر هو من في الادوليسنت 12 13 14 سنه بيحصل برزنتيشن للبينفول تيلو كالكينيال كوليش. طب البين بيبقى فين؟ وليه؟ البين بيبقى فين؟ وليه؟ في بين ميديال وبين لاترال، بين ميديال وبين لاترال. خلينا نشرح الكلام ده ونبقى فاهمينه كويس. البين الميديال ليه؟ دلوقتي يكون في بار صغير واخد مثلا نص الميدل فاسيت، لكن البوستيرور فاسيت والانتيرور فاسيت سلام. يحصل ايه؟ الجوينت عايز يتحرك، وهو 90% من الجوينت سليم وحته واحده بس هي اللي ماسكه، فالجوينت عايز يتحرك في انفيرجن انفيرجن وحته صغيره هي اللي منعاه. الحته دي يحصل فيها ستريس فراكشر، الستريس فراكشر ده بيعمل بين ميديال على البار، وده السبب انك لما بتعمل ام ار اي بتلاقي اكستنسيف بومر اديما في التيلس والكالكينيوس ميديال. جت منين ده؟ ستريس فراكشر الضبار نتيجه الستريس عليه، ان الجوينت عايز يتحرك لكن مش قادر يتحرك نتيجه وجود البار. ده سبب الميديال بين. طب لاترال بين؟ اللاترال بين نتيجه البلجس الموجود بيعمل امبنجمنت، سب فيبولار امبنجمنت، بيعمل ساينستر ساي امبنجمنت. الفالجس بيعمل بين عند تحت اللاترال مانيولس وعند ساينس ترساي نتيجه الانفنجمنت. فاللاترال بين هو نتيجه الفالجس، الميديال بين نتيجه ستريس فراكشر في البار. فنبقى عارفين لازم بين الميديال سببه ايه والبين اللاترال سببه ايه، وفي غالبيه الحالات الاثنين موجودين، البين الميديال موجود والبين اللاترال موجود. طيب ممكن يجي مشكله ثانيه؟ اه، يجي مشكله ريكرنت سبرين، ان العيان دلوقتي ما فيش عنده اي انفيرجن ايفيرجن موشن من التيلر جوينت، فلو مشي على ارض ان ايفن جراوند عايز يحصل له انفيرجن ايفيرجن، هو مش قادر، ما فيش حاجه بتحصل للتيلر، فالانفيرجن ايفيرجن يحصل له من الانكل، فطبعا الانكل مش متعود على كده، هيبقى في ريكرنت انستابيلتي. ريكرنت انستابيلتي نتيجه ان الستيف تيلر جوينت
بيعمل ستريسز على الانكل جوينت ويضطر يتحرك انفيرجن ايفيرجن وده يعمل ريكرنت سبرين. دي مشكله كبيره لان حلها صعب زي ما هنفهم. وديفورميتي، الديفورميتي طبعا وجود الكواليشن بيمنع النورمال ديفلوبمنت اوف ذا فوت، وفي غالبيه الاحوال بيبقى فيه بيستلانو بالكس، وفي القليل من الاحوال مفيش ديفورميتي، وفي الاقل بيبقى فيه فارس، في الغالبيه العظمى بلانو فالجس، بعض العيانين مفيش ديفورميتي، وقله جدا من العيانين بيبقى عندهم هايند فوت فارس. يبقى بين ريكرنت سبرين ديفورميتي، هي دي الكومبلينز الاساسيه، بين ريكرنت سبرين ديفورميتي. طيب او انك اكتشفته بالصدفه، ودي بيبقى حاجات كوميديه جدا. جاي لها عيانه الشهر اللي فات فراكشر كالكينيا ستاندرد تايب 2 كده، طارد عليها الاشعاعات والسي تي عشان اشوف ستاندرد تايب كام، لقينا عندها كوليشن. كان عندك اي مشكله قبل كده في رجلك؟ لا، اكتشفنا بالصدفه ان عندها كوليشن. او عيان بتعمل له اشعه لاي سبب، فراكشر لاترال مالي وستندو اكيليس رابشر، اي حاجه لقيت ان فيه كوليشن اكسيدنتال اسيمتوماتيك. فده البرزنتيشن غالبا في ادوليسنت، في بين ميديال ولاترال، ريكرنت سبرين ديفورميتي، او ان انا اكتشفت الكواليشن ده اكسيدنت. طيب مشكله ايه بقى؟ ان هم مش كلهم زي بعض خالص، فلازم انت يبقى عندك يعني ايه سسبيشنز كده. هو ده العين خالص درس الكواليشن ده دلوقتي في عياده الفوت، الدكتورات الاستاذنا في عياده الفوت اند انكل وفي الدمرداش في اسم الفوت اند انكل، مثلا بعد اول دقيقه خلاص بنبقى عرفنا ان عندك كواليشن. لكن ده بعد سنوات طويله من الخبره، وواحد شاف فيد كتير قوي وتعلمنا كتير قوي وشفنا حالات كتير، فخلاص بقى عندك غالبا كواليشن او احتمال يبقى كواليشن، يبقى في سنس كده. لانه مش كل عيان زي بعض، مش كل عيان زي بعض. ازاي؟ ممكن تلاقي عيان زي كده ولا حاجه، عيان نورمال. العيان ده لو انت شفته مفيش اي حاجه، هاي فوت نورمال الاينمنت، فور فوت نورمال الاينمنت، لكن عنده تيلو كالكينيال كوليشن. هل ده عنده بين لاترال؟ لا طبعا، لان مفيش فالجس، هو عنده بين ميديال بس نتيجه ستريس ستراكشر في البار. فواحد ما عندوش اي ديفورميتي، طب انا بين بس، طب انا اعرف ازاي ان مفيش رينج اوف موشن اوف ذا سبيلر جوينت؟ ودي نقطة مهمة جدا في الكلينيكال ايفالويشن يا جماعة. في ناس كتيرة جدا جدا للأسف ما بتعرفش هاو تو تيست ذا رينج اوف موشن اوف ذا سبيلر جوينت، ودي ممكن تبقى لها محاضرة لوحدها عن الكلينيكال ايفالويشن طبعا، لما دي حاجة مهمة جدا. انك انت ازاي عرفت ان العيان عنده كواليشن ان هو ما عندوش رينج اوف موشن اوف ذا سبيلر جوينت؟ ما عندوش رينج اوف موشن اوف ذا سبيلر جوينت، فانا اشك. ما انا الاقي سبيلر جوينت ما بيتحركش، ايه الاختيارات؟ ايه الاحتمالات؟ اهم احتمال ان في كواليشن، بارسل كواليشن وموست بروبابلي تيلو كالتين. فده عيان ما عندوش اي ديفورميتي خالص. المقابل ده عيان عنده ايه؟ عنده ريجيد هايند فوت برضه، ما عندوش سبيلر موشن، عنده سيفير بلانو فالجاس ديفورميتي. فده يبقى عنده بين ميديال نتيجه ستريس فراكشر في البار، وبين لاترال نتيجه ساينس ترساي امبنجمنت، زي احنا شايفين هنا الفالجاس والفور فوت ادكشن بيعملوا بين هنا لاترال طبعا، عشان كل الاجزاء دي بتبقى كومبريس، وميديال هنا يبقى فيه بين نتيجه ستريس فراكشر في البار. خلاص؟ فممكن يبقى فيه ديفورميتي، ممكن يبقى ما فيش. خلاص؟ انما كلهم بيشتركوا في ايه؟ ما فيش سبيلر موشن زي ما قلنا. ما فيش سبيلر موشن. خلاص؟ وده لازم اعرف ازاي هاو تو تيست ستابيلر موشن. غالبيتهم عندهم تايب جاستروكنيميوس وتايب كرونيال تندنس، عشان كده كانوا بيسموه زمان الكرونيال سباستيك فلات فود. هو الكواليشن ده بيبقى فيه تايب كرونيال بس مش هو ده السباستيك، وده الديفرنشال دايجنوزيس. في عيانين تانيين بيبقى عندهم سباستيك بيست بلانو فالجاس بس ما عندهمش كواليشن، بس ده بقى دلوقتي انتيتي مختلفه عن التاسر كواليشن، بس زمان ما كانوش عارفين، فكان في لخبطه بين التو تايبس. بس طبعا بعد انتشار السي تي والحاجات والكلينيكال ايفالويشن بقى مور اكيوريت، قدرنا نفصل الاثنين كاتيجوريز عن بعض، اذا كان ده سباستيك بيست بلانو فالجاس ولا ده نتيجه ترسل كواليشن. العيان ده زي ما احنا شايفين بيجي يعمل في الناحيه الشمال اهو، بيجي يعمل تيب توينج اللي هي ما بيخشش في بارس، بيخش في بارس ليه؟ لان السبتيلر جوينت از نوت موبايل. دي طريقه من الطرق طبعا انك تست السبتيلر موبايل ولا لا، بس الاهم انك انت تعمل له تيستنج بايدك برضه والعيان نايم، انما دي طريقه. الناحيه اليمين زي اليمين زي ما احنا شايفين هنا دخلت في انفيرجن، الناحيه الشمال فالجاس زي ما هي ما حصلهاش انفيرجن مع التيب توينج، فده يدل
السبتينر جوينت از نوت مورد. يبقى نو سبتينر موشن تايت جاستروبنيوس في غالبيه الحالات، تايت بيرونيال تندن في غالبيه الحالات، لكن الديفورميتي ساعات موجوده وساعات لا، والبين ساعات موجود وساعات لا. بتلاقي بقى حاجه كاركترستيك قوي، المفروض ان احنا لما نحس الميديال مالولس نمشي قدامها كده نلاقي سوفت اريا، اول بوني برمننس يقابلنا هو النافيكولو. بتلاقي في العينين دول ميديال مالولس وتحتها المفروض بقى حاجه سوفت بقى، تلاقي حاجه ثانيه مش ايه ده طلعت منين دي، فاسمها الدبل ميديال مالولس سايت. كان العيان عنده اثنين ميديال مالولس، ميديال مالولس تنزل شويه بوني برمننس ثاني ثم النافيكولو. البرمننس الثاني ده هو ايه؟ هو الكواليشن. التيلو كالكيني الكواليشن لانه بيبقى دايما ميديال سايد. تمام؟ طيب. ممكن طبعا انا اعمل ايه؟ اكسيدنت. زي العيانه دي، العيانه دي عيانتي انا. كان عندها انكل تراكشن. بنصورها وبنصور الناحيه الثانيه. طبعا صورنا الناحيه الثانيه. لقيناها ايه؟ عندها سي ساين وعندها كواليشن. ما عندهاش اي بين خالص. مش اي بي وكشفناه اكسيدنت. تمام؟ فممكن اكسيدنت ده نعمل له ايه؟ ولا حاجه خلاص اكسيدنت. او عيان زي كده خلاص، عيان زي كده الغالب ان بيبقى فيه بلجس هنا زي ما احنا شايفين فيه فارس انكومن ديفورمز. ده مش الكومن، الكومن ان هي تبقى بلجس او ان العيان جاله ارثرايتس. انا عايز بقى دلوقتي غير ان العيان ده عنده فارس دلوقتي بدل البلجس، عايز دلوقتي تكتبوا لنا على الشات يا جماعه في ساين مهمه جدا موجوده في الاكس راي بتاع العيان. الاكس راي دي فيها ساين مهمه جدا. ممكن حد يقول لي هي ايه؟ هديكوا دقيقه تفكروا وتكتبوا لنا على الشات. ولو دكتور عاطف متابع الشات معايا برضه عشان انا مش شاطر في الحاجات دي قوي، او دكتور عاطف اكسبرت في الحاجات دي لو متابع معايا قولوا لنا الساين في الانكل. اول حاجه بولان سوكيت يا محمد، وناس قالت تيلر تيلت. سامعني؟ سامع حضرتك يا بيه. طيب يا لغايه دلوقتي بولان سوكيت وتيلر تيلت. تمام. في انتظار اراء اخرى. تيلر تيلت برضو. معلش برضك ندي فرصه للجماعه اللي على الفيسبوك، انا معايا عدد كبير على الفيسبوك. اتفضل يا اسامه. هو دلوقتي كلهم كاتبين بولاند سوكيت انكل. تمام. لا ده الاودينس بتوعنا شاطرين يا محمد. ما شاء الله يا بيه، مستوى عالي قوي يا بيه ما شاء الله. طبعا. بولاند سوكيت انكل، انا حاطط الصوره دي عشان المقارنه. ده شكل التيلس الطبيعي، شايف شكل التيلس هنا عامل ازاي؟ بقى عامل زي الفيمورال هيد كده. فده بولاند سوكيت انكل، وده من ضمن الحاجات اللي ساعات بتحصل في الكواليشن. خلاص؟ فيبقى كومن للعين بيجي له بين ديفورميتي ريكرنت سترين، ساعات بتبقى انيوجوال ديفورميتي، ساعات بيبقى اسيمتوماتيك، وساعات بيبقى بيجي بارثريتيك بين في السبتيلر جون. تمام؟ طيب انا عرفت الكلام ده، وادي العيان السي تي بتاع الايه؟ البولاند سوكيت انكل. بنصور ده الانكل، ده انكل طبيعي اهو، وده الانكل اللي فيه بولاند سوكيت ديفورمد. طيب اطلب له اشعاعات ايه عشان اعرف؟ انا شكيت العيان عنده ديفورميتي او عنده ميديال بين، ما عندوش رينج اوف موشن في السبيلر جوينت، ما عندوش. اطلب ايه؟ ايه الحاجات اللي اطلبها؟ اطلب اي بي اند لاترال ستاندنج راديوجرام، اللي هم اساسا اساس الشغل في الكوتا ده. اي بي اند لاترال ستاندنج راديوجرام لازم، ده الاساس. اي حاجه بطلبها كده. خلاص؟ زائد اوبليك فيو عشان لو العيان عنده كالكينيو نافيكولار كواليشن. الكالكينيو نافيكولار كواليشن ما بيبانش غير في الاوبليك فيو بتاع الفوت، بيبان في السي تي بس لو انت دققت قوي.
التيلوكالكينيال كوهليشن بيبان في السي تي بسهوله. الكالكينيال نافيكولار محتاج تبقى مركز قوي عشان تلقطه في السي تي، لكن بيبان بوضوح جدا في الاوبليك فيو. فانت دلوقتي العيان انت شاكك انه عنده ترسل كوهليشن بس انت مش عارف نوعه ايه، فنعمل اوبليك فيو تو اكسكلود كالكينيال نافيكولار، وبنعمل اي تي اند لاترال ستاندنج راديوجرافس. بنشوف ايه في الحاجات دي؟ بنشوف السي ساين. العيانه دي اوضح سي ساين شفتها، سي ساين واضحه خالص، كنا حد كاتب سي بايده على اشعه سي ساين. ليه؟ لان التيلس والكالكينيس 1 يونت، فالسي ديت المفروض لو شفنا هنا بتبقى انتربتد، ادي نص وادي زي نص، والوسط هنا في فراغ مش كونتينوس سي. هنا بتلاقي سي ساين كومبليت، كومبليت سي ساين، بي ساين ان في تيلو كالكينيال كواليشن. ايه تاني ممكن نشوفه؟ البيك اللي بتطلع على تيلر هيد انتيريو، برضه دي فايندنج سجستيف ان العيان عنده ترسل كوهليشن، مش دايجنوستيك بس سجستيف ان العيان عنده كوهليشن. فالسي ساين، سي ساين واضحه جدا جدا هنا في تيك 3. طيب وادي البيك، البيك اللي طالع على التيلر نيك نتيجه الريجن فوت، برضه ده فيري كومن في حالات الكوهليشن. وهنا برضه في سي ساين اهي بس اقل وضوحا من الثانيه، بس او مفيش فراغ، اللاين ده مكمل مع التيلس، سي ساين والبيك اللي طالع من السوبيريور تيلر نيك. تمام، دي ساين اللي بشوفها في اللاترال اكس راي اوف ذا بيشنت ويذ بيرنج، والاوبليك فيو بيتعمل تو اكسكلود كالكينيو نافيكولار كواليشن. طيب ممكن في الاكزيال فيو يبان، ممكن ما بعتمدش عليه قوي بصراحه، بس ممكن يبان زي ما احنا شايفين كده اهو، اهو كواليشن المفروض يبقى هنا الجوينت مكمل كده، لكن هنا في التصاق عند السنتاكولم، فده برضو الاكزيال فيو يبين تيلو كالكينيال كواليشن. لكن الستاندرد دايجنوزز السي ساين دي ممكن تبقى موجوده في السيفير فلات فوت انفليكسر، لكن الموست دايجنوستيك بقى هو السي تي. بس السؤال بقى لما انا اطلب سي تي اطلبها ازاي؟ وابص على ايه فيها؟ مش سي تي وخلاص، فانا لازم اطلب سي تي اكزيال وساجيتال وكورونال وذ ثين كورونال كاتس ات ذا سبتيلر جوينت. اكزيال وساجيتال وكورونال وذ ثين كورونال كاتس ات ذا سبتيلر جوينت. ليه بقى؟ لما واحد يجي يقول لك ايه عملنا سي تي، يجي عامل سي تي اكزيال بس ولا باين فيه اي حاجه، لا يمكن تقول عنه عندك كوهليشن ولا لا من الاكزيال، مش ممكن. اهم حاجه هي الكورونا، فلازم نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. بص على الكورونا الكاتس في السبتيلر جوينت تلاقي كوهليشن زي كده، ده فايبرس كوهليشن، المفروض الجوينت لاين يبقى ماشي نورمال، هنا في كوهليشن، كوهليشن فايبرس، وده البار اللي كونكتنج العظمتين. وبرده يا جماعه مش كل الكواليشن في السي تي له نفس الشكل، لازم تبقى عارف النورمال وعارف الاشكال الفاريانتس اوف ذا كواليشن. خلاص، ممكن يبقى كومبليت بوني زي كده، ممكن يبقى كده زي ما شفنا في الاول ان البار اهو وفي فايبرس يونيون هنا، ممكن يبقى فيه كومبليت بوني بار ميديال، ممكن يبقى زي كده اصلا التيلس والكالكينيس لازقين في بعض كومبليتلي، ده اسمه ايه؟ اكستنسيف بوني كواليشن. مش ده له مانجمنت مختلف، اكستنسيف بوني كواليشن، فمش كلهم برضه نفس الشكل، فلازم تكون متعود انك عارف شكل نورمال ايه عشان تبقى عارف شكل الكواليشن ايه. طيب ده ايه؟ ممكن حد يقول لي ايه اللي باين في السي تي ده؟ هسيب نص دقيقه او دقيقه للناس يردوا على الشات، دكتور عاطف بيه ودكتور اسامه بيه يقولوا لي هما الناس قالت ايه. يا محمد معلش، الصوره دي ايه باين فيها ايه؟ ده كات في السي تي، عايز ناس تقول لي ايه اللي باين، ايه اللي باين، ايه الفايندنج الموجوده في الكات اوف ذا سي تي دي. تمام، احنا في انتظارهم. على الشات مش كيو اند ايه، هي صعبة للدرجة دي ولا ايه؟ حتى الفيسبوك ما حدش كتب حاجة. لا يا دي معلش خلاص، لا نكمل بكرة بقى، عايزين مستوى يا بيه. لا ما ينفعش،
احنا نقفل بقى النهارده اهو، ابتدى ندع اهي كالكينيو نافيكلر كواليشن، كالكينيو نافيكلر كواليشن. ها يلا يا جماعه ما تكسفوناش، فيروس وكواليشن تيلو نافيكلر. ما قالوا ايه دي؟ الناس قالوا ايه كده؟ كالكينيو نافيكلر، وناس قالت تيلو نافيكلر، وناس قالت فيروس، وبس في انتظار اي حد تاني يقول. تمام. لا والله بس ما دام في ناس وصلوا لها خلاص يا بيه. تمام. كالكينيو نافيكولر كواليشن، دي الانتيرو كالكينيس ودي النافيكولر وده كالكينيو نافيكولر كواليشن. في السي تي زي ما شايفين كده مش سهل انك تاخد بالك منه، بس يبقى باين في الاكس راي العاديه. ايه اهميه الكلام ده؟ ان في عيانين عندهم دبل بار، العيان ده كان عنده تيلو كالكينيو كواليشن مع كالكينيو نافيكولر، فلازم تشيل الاثنين. فده هو كالكينيو نافيكولر بوني كواليشن، كان عنده دبل كواليشن. تمام. فبرضه السي تي انا بشوف فيها كواليشن وبشوف لو في اذر كواليشن، ايه شكل الكواليشن ولو في كومبايند كواليشن او اذر بروبلم. صح، ممتازين بصراحه اللي قالوا الدياجنوز ده، هاي هاي خاصه في العاطف. احنا عايزين نعمل سبيشالتي لوحدها فوت اند انكل يا بيه، تنفصل عن الاورتوبيدكس ان شاء الله. على الفيسبوك هنا في اجابات صح، لكن في حد كاتب كالكونيو كوبويد، دي ما تمشيش خالص. ها مش مظبوط. لا يا كالكينيو نبيكو. طيب يبقى احنا دلوقتي عرفنا بيزيكالي ازاي نشك ان انا عندي كواليشن وازاي نشخصه. تمام. ده بالنسبه لي لو حد بس يعني اوير وعرفه يبقى كويس قوي. طب احنا في زمن يعني شويه طبعا دي حاجه ادفانسد شويه ان الجنرال اورثوبيدكس يعالج الكواليشن، انما على الاقل تبقى عارف انك تشخصها ازاي تشك فيها وازاي تشخصها. الناس الانترستد بقى فوت اند انكل وفي الديفورميتيز ممكن ان احنا بقى ايه هنكمل شويه نقول البرنسبلز اوف مانجمنت. المانجمنت اوف ذا كواليشن كونتروفيرشال وبتعتمد على كذا حاجه. اول حاجه العيان سيمبتوماتيك ولا لا، ودي اهم نقطه. لو العيان اصلا اسيمبتوماتيك مش هنتكلم في الباقي ده اصلا. تمام، ما عندوش حاجه، العيان اسيمبتوماتيك بيجري وبيلعب كوره ما عندوش مشكله، جاله انكل سبرين مره او جاله مثلا حاجه تقيله وقعت على رجله فصورته انت اكس راي شفت كواليشن، عندك اي مشاكل ثانيه؟ لا. عندك اي ليميتيشن؟ لا. عندك اي فين؟ لا. خلاص انتهى الموضوع، يبقى ايه قطع، بقول لك انا ما فيش اي شكوى، يبقى ايه زي ما بيقولوا قطع بجهيزه القول كل خطيه، وكل المانجمنت اللي جاي ده ملوش لازمه، العيان اصلا ما بيشتكيش. خلاص. طيب الحاجه الثانيه الايج، هل انا اعمل ريسكشن للبار واصلح الديفورميتي ولا اعمل فيوجن؟ لو العيان ادوليسن نميل ان احنا نعمل ريسكشن اوستيوتوبس، لو العيان بعد 20 سنه بنميل ان احنا نعمل فيوجن. هل الكلام ابسوليوت؟ لا مش ابسوليوت، ده مور اور ليس زي بيرسونال اكسبيرينس كده، والله ليفل 5 ايفيدنس، لكن مفيش دليل قطعي ان في سن معين ما ينفعش بعد الريسكشن ولازم فيوجن، مفيش. طبعا لو جالي عيان 11 سنه انا ما بقدرش اعمل فيوجن مع 11 سنه، فانا مضطر يعني مفيش اختيار، لازم اعمل ريسكشن واصلح الديفورميتي لو موجوده. لكن لو العيان مثلا عنده 25 سنه انا كده عندي تو اوبشن، انا بميل ان انا اعمل فيوجن، لكن في ناس ثانيه بتميل انها تعمل ريسكشن برضه، او بنبقى زي بيرسونالايزد كده البار كبير صغير شكل ايه، وناخد القرار بالنقاش مع العيان. الحاجه الثانيه، هل في ديفورميتي ولا لا؟ العيان عنده كواليشن بس ولا كواليشن مع ديفورميتي؟ وهنفهم بعد شويه ايه ازاي ده بيفرق معانا في الديسيجن. السايز، السايز بيفرق ايه؟ هل البار ده ريسكتبل؟ لو انا شلته فاضل جوينت كفايه، ولا زي اخر سي تي شفناها اكستنسيف كواليشن هو اصلا اكستنسيف، هشيل ايه؟ العظمتين اصلا لازقين في بعض كلهم، يبقى انا هشيل ايه؟ مفيش،
ما عادش في جوينت اصلا، بالتالي انا اصلا ما فيش حاجه شيل، يعني شيل ايه؟ خلاص تمام. فيبقى بالتالي السيمبتومز الايج الديفورميتي السايز، هل البيشنت دخل في الهايند فوت سبتيلر تيرنافيكولار ارثرايتس ولا لا؟ طبعا ده كده يبقى ايه؟ فيوجن على طول. دي الحاجات اللي بنفكر على اساسها المانجمنت هتبقى ايه. طيب الريسكشن نبدا كده، انا عنده بار ميديان وعامل له بين وانا شفته في السي تي ومش اكستنسيف، واخد جزء من الميدل فاسيت بس او الميدل فاسيت كلها، بوستيرير فاسيت كلها، اعمل ريسكشن. بعمل ريسكشن ازاي؟ بفتح فتحه دايركتلي على السستنتكل زي ما انتم شايفين كده، دايركتلي على السستنتكل، وبعدين اعمل ديسكشن للتندونز، بلاقي التيبياليس بوستيرير والفليكسور ديجيتورم، ولو مشي ديب شويه بلاقي الفليكسور هالوسز، بس غالبا ما بحتاجش اوصل للفليكسور هالوسز. بتيبياليس بوستيرير وفليكسور ديجيتورم اعمل لهم ايدنتيفيكيشن، وبعدين فليكسور ديجيتورم، بعدين اعمل ايدنتيفيكيشن للبار، ده البوني بار قدامي هو ده. بيبقى ايدنتيفاي ازاي؟ محتاج اكسبيرينس شويه او تستعين بالايمج، ده البار اهو زي ستاره قفلالي على الجو، بفضل اشيلها 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 جراديوال لحد ما ايه؟ لحد ما اشوف ارتكولار كور مش زي كده. يبقى انا بشيل البار جراديوالي لحد ما اشوف ارتكولار كور، ابقى انا كده شيلت البار. واحد يقول يا دكتور مختار انا عملت تيلوكال كينيال كواليشن بس كنت مبسوط قوي، يعني ما عرفتش يعني شلت شويه كده مش عارف شلت البار كله ولا لا، شفت ارتكولار كارتليج؟ اه يبقى انت كويس. شفت ارتكولار كارتليج؟ لا يبقى انت ما شلتوش كده على طول. يعني لو انت ما وصلتش ارتكولار كارتليج يبقى انت ما شلتوش، كنت انت بتكسر في الحته الغلط. خلي بالكم الريسكشن ده از فيري تريكي، يعني فعلا محتاج اكسبيرينس، من العمليات اللذيذه جدا انا بحبها قوي بصراحه، يعني انك انت تايدنتيفاي البار وتشيله كومبليتلي من غير ما تعمل ديستراكشن للبون ما هياش حاجه سهله. فهي عمليه لذيذه بس محتاجه تريننج، ليرنينج كيرف بتاعها يعني عالي شويه. طيب شلنا البار، وادي الجوينت بيتحرك اهو، مش عارف ده فيديو ده ولا ايه. خلاص ادي اهو شايفين، ادي شلنا البار لحد ما الجوينت تمام والجوينت بيتحرك تمام، ارتكولار كارف الجوينت بيتحرك خلاص كده. يبقى احنا خلاص شلنا الكواليشن، وادي السي تي بتؤكد ان احنا شلنا الكواليشن، دي سي تي بعد سنه 1 يير فولو اب خلاص، لقينا البار اهو البار اتشال خلاص تمام كده، مفيش جوينت داير كويس كده، هنا الحته دي فيها كارتليج وده البار اللي اتشال هنا لحد ما لقينا كارتليج تمام كده. فكده عملنا ريسكشن. طيب كان زمان ولحد وانا بذاكر الدكتوراه كمان وكتاب البيدياتريك داتا كتشان كاتب صفحه كده على تيلو كالكينيال كواليشن، معرفش ده دلوقتي انا ايام كنت بذاكر الدكتوراه، يقول لك كواليشن انت تشيل البار كده العيان بقى تمام خلاص مش اي مشكله تشيل البار بس. طبعا يعني انا بدات اعمل كده ودكتوراهات في الحياه كان معايا وشاهد الديفلوبمنت اللي احنا غيرناها في القسم عندنا في المانجمنت اوف تيلو كالكينيال كواليشن على مدار السنوات، ولسه لغايه دلوقتي احنا بنعمل ريسيرش على موضوع الكواليشن ده لانه موضوع انترستنج. نشيل الديفولت نشيل البار وزي الفل تمام، انبسطنا جدا بس العام مش مبسوط، العام مش مبسوط فين؟ اه يا دكتور ماشي السي تي كويسه بس انا مش كويس. طب ايه السبب؟ احنا عرفنا السبب وصلنا له، بس لما وصلنا له وعملنا خطه بديله وبندور عليها عشان ننشرها لقينا ان في ناس قبلنا قالوا نفس الكلام. Taking out the tarsal coalition was easy but now the foot is even flatter. اعمل ايه؟ يعني الجراح بيقول لك في البيبر دي انا شلنا الكواليشن الحمد لله كان سهل جدا بس الفوت بقت اوحش. اعمل ايه دلوقتي؟ اتصرف ازاي؟ هو كان بيسال السؤال ان احنا سالناه وعملنا الاجابه، هنقول على الاجابه. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ نفكر بقى، اتعلمنا من الفيلير، احنا عرفنا الريسكشن بس الريزلت مش كويسه. ليه؟ لان العيان عنده ديفورميتي والجوينت كان فيكسد بقى موبايل والتندو اكيلس لاترال عشان البلجس والبرنياي تايت
راح تشد الفود فمور بارز يبقى ديفورميت بين اوحش خلاص والبين ماركت. اذا ده لان انا ما احترمتش، انا عملت الكواليشن وما عملتش الديفورميت. ومن هنا بدأنا مرحلة جديدة في المانجمنت اوف كواليشن، ان انا اعمل ريسكشن اوف ذا كواليشن اند كوركشن اوف ذا ديفورميت. وده كان التريك واللي غير وجهة نظرنا، وكان حقيقة في القسم عندنا تحت اشراف دكتور عاطف كنا من اوائل الناس اللي اتكلموا في الكلام ده. فعلا ده حقيقة في العالم، من اوائل الناس اللي اتكلمنا في الكلام ده خلاص. والهدف كان ايه؟ ان احنا نعمل ريسكشن للبار ونعالج الفلات فود وننترلايز السوب تيشو ونعمل سوب تيشو بالانس ونشيل التايت استراكشر وهكذا، نصلح الديفورميتي بوني اند سوب تيشو جنب الريسكشن اوف ذا كواليشن. هو ده الحل، تمام؟ هو ده الحل عشان الفوت بقت اوحش. الحل ان احنا لازم نشوف حل للفساد. البيبر ده كان سنه 2014، الراجل بيقول انا عندي مشكله يا جماعه، الفلات فود دلوقتي بقى اكتر والعيال مش كويسين. سنه 2014 احنا سنه 2014 في نفس السنه اللي هو كان بيسال فيها السؤال بيقول يا جماعه اعمل ايه، كنا احنا عملنا البيبر دي انا ودكتور اسامه عن ان احنا ازاي نعمل ريسكشن للكواليشن مع ميديال ديسبليسمنت كانكينيال اوستيوتوم عشان نحسن الاوتكم، تمام؟ هو ده الكي، انا لازم اعمل ريسكشن للبار زائد كوركشن اوف ذا ديفورميت. ودي كانت نقله في المانجمنت اوف تارسال كواليشن. طب وبعدين بعد كده مشينا ابعد كمان، طب ليه ميديال ترانسليشن؟ ما احنا نعمل فول فور فود كوركشن ميديال ترانسليشن ولاترال كولم لينثرنج لو محتاج، وجاستروكليمس ريسيشن لو محتاج، وبرونيال تندون لينثرنج لو محتاج، وكوتون اوستيوتومي لو محتاج، كل حاجه فول فات فود كوركشن. والنتيجه الحقيقه اتغيرت تماما واحسن كتير. ده العيان اهو عملنا له ميديال ترانسليشن كالكينيال اوستيوتومي لاترال كولم لينثرنج جاستروكليمس ريسيشن برونيال تندون ريليس، وديت الريزلت بعد ما عمل الناحيتين خلاص، مفيش هايند فود فالجس، مفيش فلات فود، العيان از فيري ساتسفايد بالريسكشن وذ كوركشن اوف ذا ديفورميتي. فعلا كانت حاجه فرقت جدا 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 في المانجمنت اوف تارسال كواليشن، ان انا لازم اصلح الديفورميتي، ما ينفعش اعمل ريسكشن للبار بس. طيب ده العيان زي ما احنا شايفين من قدام بري وبوست، من ورا بري وبوست، فرق كبير جدا في الشكل والديفورميتي والبين والسيمتوم، في كل حاجه اتحسن كتير جدا عشان الكونسبت اتغير. مش كل حاجه في الاورثوبيدكس تكنيك المشكله كونسبت، لك ايه؟ انا عايز اعملها، انا عايز اعملها، انا عايز اعمل دي، انا عايز اعمل دي. مش المشكله انك تمد ايدك، المشكله انك تمد مخك. احنا ايه اللي احنا عايزين نعمله؟ تغيير الكونسبت هو اللي بيغير الريزلت. فدي كانت من الحاجه المهمه جدا اللي الكونسبت فرقت فيها كتير. الريزلت يعني ساعه انا حضرت المحاضره دي كان 18 كيس، بس احنا دلوقتي عندنا فوق ال 26 كيس. فولو اب 3 سنين، الايدج من 12 ل 18، 11 عيان ساتسفايد جدا من ال 18، واربعه ساتسفايد بس يعني بيقول لك برضه مش يعني انا مبسوط، يا احسن من الاول بس يعني كنت عايز احسن من كده، وثلاثه احتاجوا السبتيلر فيوجن بعد كده. فيعني الريزلت دي تعتبر كويسه جدا بالنسبه للحاجات المنشوره في الليتريتشر، ان الريزلت اوف ريسكشن اوف ذا كواليشن ان ذا ادوليسن وذ كونكرنت كوركشن اوف ذا ديفورميت. طيب هل في بدائل؟ بدائل؟ ان انا اشيل البار وبعدين اعمل كوركشن اوف ذا ديفورميتي بارثرو اريسيس بدل ما اعمل مالتيبل اوستيوتوميز. ودي احنا بنعمل، ودكتور عاطف طبعا رئيس يعني الوحده رئيس الشرف الكبير لوحده فوتن انكل في جامعه عين شمس، عاملين بروسبكتيف راندمايزد كنترول ستادي دلوقتي عن الفرق بين الريسكشن وذ مالتيبل اوستيوتوميز او الريسكشن وذ ارثروريسيس ان ذا مانجمنت اوف كواليشن، تمام؟ طبعا فيها تريكس كتير ازاي نحط ارثروريسيس بعد ما احنا شلنا الميديال سايد، فيها تريكس بس ده مش مجال الكلام ده دلوقتي. طيب هتفضل حالات ما ينفعلهاش الكلام اللي قلناه،
حاله زي كده ريسكشن ل خلاص اكستنسيف كواليشن ده نعمل له ايه بقى؟ ده نعمل له فيوجن. احنا نفتح الجوينت كله نكسره خالص تاني كل ده ونعدل الكالكينيس تحت التيلس ونثبتها. ودي حاله فعلا فعلا تكنيكال بروبلم. انا يبقى عندي حاله زي كده بحامل الهم جدا سهل جدا تكسر في اي حته اصلا مفيش اي علامه. بص هنا دي التيلس والكالكينيس ويدوبك الكليفت الصغير كده ما بينهم. فصعب جدا انك تمشي كويس الجوينت لاين عشان تعدل الكالكينيس تحت التيلس وتظبط الديفورميتي. فبتبقى الحقيقه صعبه جدا جدا. في اولترناتيف ان احنا نعمل اوستيوتوميز وخلاص ونسيب الجوينت زي ما هو. بس انا ما بحبش كده يعني خلاص. فالحالات دي خلاص ما ينفعش فيها ريسكشن بقى. فبالتالي بنعمل فيها دبل فيوجن نشيل نفس الجوينت تاني ونعدل الفوت ونثبتها بسكويز زي ما احنا شايفين هنا كده. ان ادلتس بقى هل ان ادلتس الكلام مختلف؟ ده اللي احنا قلنا عليه في الاول. مش كل الرولز اللي تنطبق على الادوليسنت تنطبق على الادل. في ناس بتوحد وفي ناس بتفرق. فيعني يعني تفرق كل واحد البريفرنس بتاعه والاكسبيرينس. في الادوليسنت غالبيه الناس بنعمل ريسكشن واوستيوتوميز او ريسكشن وكوركشن. في الادلتس في ناس بتعمل كده وبتاس بتعمل كده. انا بميل للفيوجن في الادل بصراحه. الريسكشن كانت النتائج بالنسبه لي مش ريلايبل قوي. الفيوجن النتائج بتاعته مور بريدكتبل في الادلتس. طيب سؤال اللي بيزعل الناس كلها بس لازم يكون صادق. انا رجعت الجون هل الجون ده هيرجع يتحرك تاني؟ البيبرز في الليتريتشر مختلفه في الموضوع ده بس عشان مش كل الناس صادقه زي ما احنا عارفين. انا بالاكسبيرينس ان العيان اللي يفضل عنده تلت الحركه او نص الحركه بتاعت الجوينت الطبيعي ده جريت سكسس. غالبيه العيانين بيبقوا متحركوا كويس جدا انتر اوبرتيف لكن بيحصل لوس اوف موشن جراديولي على مدى الوقت. انت بتكون عالجت البين وعالجت الديفورميتي بس الرينج يبقى لوست ده رينج قليل. لو العيان عنده يعني الناحيه الثانيه نورمال بتلاقي الناحيه دي مش ريجيد زي قبل العمليه بس اتحرك تلت الناحيه الثانيه بس. ده في الغالب احنا محتاجين ده يتقاس فعلا سيستماتيكالي نشوف الكلام ده صح ولا غلط. بس انا متفق مع البيبرز اللي بتقول كده. البيبرز بتقول ان الموشن 100% زي الناحيه الثانيه. انا بصراحه مش مصدق الكلام ده. ماي اون اكسبيرينس بتقول عكس كده وناس كتير انا بثق فيهم يعني انترناشونال فيجرز بيقولوا عكس كده برضه. فالكلام ده كونتروفيرشال بس محتاج يسيرش اكتر من كده بكتير. تمام؟ يبقى انا دلوقتي اتعلمنا ازاي نشك ان العيان عنده كواليشن، ازاي نيفالويت عيان احنا شاكين ان عنده كواليشن، وايه التريتمنت بلان او التريتمنت جايد لاينز اوف ذا بيشنت وذ بيلوكالكينيا كواليشن. الساعه دلوقتي 12 انا كرسي مرتب جامد قوي. بس انا يعني نفسي نعمل ديسكشن. اللي عنده اي سؤال او اي حاجه انا مستعد نكمل معاكم ديسكشن. الموضوع فيه اسئله كتير جدا هو اصلا من الموضوعات اللي انا بحب الديسكشن فيها جدا. انا منتظر اسئله من البارتيسيبنت او من الدكتور عاطف بيه او الدكتور اسامه بيه نعمل ديسكشن اكتر من كده. واتمنى ان انا كنت اكون عند حسن ظن الدكتور عاطف بيه وحسن ظن الدكتور اسامه بيه في المحاضره وانها كانت ميتنج يور اكسبكتيشن. عمرك ما خيبت ظني يا محمد ابدا. محاضرة فعلا زي ما بنقول السهل الممتنع. ربنا يوفقك حبيبي ودايما من نجاح إلى نجاح. إلى أن تظهر لنا بعض الأسئلة يمكن أنا هتناقش معك في بعض الحاجات. نمرة واحد، إيه سبب الفلات فوت اللي أسوشيتد مع تيلو كالكينيان كواليشن؟ ليه حصل فلات فوت؟ السؤال صعب جدا عليا دكتور عاطف وعليا انا. سؤال صعب جدا على فكره. يعني عارف يا بيه حياتك لما بيقولوا ده الجري هير كويستشن يا بيه. يعني من ضمن الكلام او من ضمن الافكار هي ناس بحثت برضو في الموضوع ده. على قد ما قريت بيقولوا انه طالما السب تيلر جوينت
بلوكت الموفمنت فيه بقت ريستريكتد، فبيضطر الاذر جوينتس زي الكالكينيكوبويد والتيلو نافيكولار بيبقى الاستريسز عليهم اكتر، بيضطروا يعملوا موفمنت بديله لحركات السبتيلر جوينت، بتتقلب جراديولي الى فلات فوت ديفورميتي. ده من ضمن الافكار اللي انا قريتها يعني. فهل انت عندك افكار اخرى؟ يعني كان في من ضمن الاسباب الثانيه ان دي حاجه امبريولوجيكال. كان دكتور بيلادوت قال محاضره وحط حاجات كده بيلك، وانا كنت قريت في الموضوع ده شويه، ان اصلا التيلس والكالكينياس بيبقوا في الامبريونيك لايف جنب بعض، وبعدين الكالكينياس بتتحرك جراديولي لحد ما تاخد المكان الطبيعي. وجود الكواليشن بيمنع النورمال ديفلوبمنت دي، فبيخلي دايما الكالكينياس لاتر، وده سبب الكواليشن. ولو حضرتك شفت يا بيه في الحاله اللي انا عرضتها اكستنسيف كواليشن في الاخر كده تحس يا بيه ان التيلس والكالكينياس مش تحت بعض بالظبط، هما مش تحت بعض في الصوره دي، مش تحت بعض ديفييتد خالص التيلس لاترال شويه، فده اللي بيمنع النورمال ديفلوبمنت اوف ذا فوت، وان الكالكينياس تنزل بروبرلي تحت التيلس، وده سبب البالبس اللي بيحصل في الفلات فوت. بس ده محتاج بحث اكتر من كده شويه برضو. يعني انا زي ما بقول لك محتاج فعلا بحث اكتر، ولما نوصل لمعلومه قويه لازم هنبلغ زملائنا بيها. عايز اقول حاجه تانية، ده نوع من انواع الريجيد فلات فوت. ممكن ايه تاني ديفرنشال دياجنوزيس في الريجيد فلات فوت في الادوليسنت او البيدياتريك؟ هما التيلوكالكينيال كواليشن و الاستاستيك فلات فوت اللي هي من غير كواليشن والكونجينيتال فيرتيكال تيلس، النيجلكتد كونجينيتال فيرتيكال تيلس غالبا في الادوليسنت هو واحد من الثلاثه دول، من الحاجات الرير قوي المكتوبه في الكتب، بس يعني انا بشوفها بس يعني اكستريملي رير. الجوفينايل روماتويد، الجوفينايل روماتويد ساعات يبقى اكستنسيف قوي يدمر الجوينتس بتاعت الولاد الصغيرين ربنا يكون في عونهم يعني، ويعمل ريجيد ديفورمي. انما يعني لو احنا بنتكلم على الحاجات اللي فعلا بتتشاف، البرونيال سباستيك فلات فوت، التيلو كالكينيال كواليشن، النيجلكتد كونجنتالي فيرتيكال تيلس. تمام، اعتقد ابتدت اسئله تظهر. انت عندك كيو اند اي يا محمد تقدر تبص عليها ولا عايزني اكمل معاك؟ يا بيه انا معايا، بس لو حضرتك برضه تقول لي توجهني يبقى كويس. هو طبعا كلهم في الاول اكسلنت توك وكله بيشكر وليهم الحق. بيقول لك اول سؤال، الرول اوف ام ار اي ان دياجنوزز. يعني انا شايف انه ما بيضيفش كتير محمد. لو العيان عنده فايبرس كواليشن ده بيكون باين في السي تي ان الجوينت لاين شكله ابنورمال زي كده، زي ما الحاجات اللي عرضناها من شويه ممكن اوريكم كده خلاص. بيكون الجوينت ابنورمال، مش محتاج ان انا ام ار اي لن يضيف اي شيء، اللي هو زي كده ده فايبرس كواليشن نتيجه هو الجوينت المفروض يبقى كده اصلا، ده بار وده جزء فايبرس، فالحقيقه هو ملوش قوي رول، لكن بنعمله عشان اكسكلود اذر كوز اوف بين، بيبين البومر القديمة الموجودة في البار عشان تتاكد ان البين من الكواليشن، فهو فور فيردر ايفالويشن يعني، لكن مش عشان اعرف العيان عنده كواليشن، عشان حاجه ثانيه ابقى مطمن مثلا ان العيان ده البين فعلا من الكواليشن، مش مثلا عنده او سي دي ولا عمل له ميديال بين والسبب ما هوش البار، فيبقاش بيبقى عشان الكومبليت ايفالويشن اوف ذا كيس، لكن مش عشان اشخص الكواليشن نفسه. استكمال السؤال اللي فات، دكتور ياسر دميري بيقول الاكس راي مي بي فري ان فايبرس كواليشن، الام ار اي از بيتر ذان سي تي. لا، السي تي از بيتر ذان ام ار اي في الفايبرس كواليشن. طيب سؤال ثاني من الدكتور وائل، بيقول لك افتر ذا كواليشن ريسكشن اند كاست ابلكيشن بوست اوبراتيف هاو تو افويد ذا بوني سيرفيس فيوز اجين، Do you prefer fat tissue or fascia or facial wax؟ لو انا حاسس ان في اجزاء من البون قريبه من بعضها بحط واكس، لو انا حاسس، وساعات بنحط بروليمش، بس انا بشيل اكستنسيفلي بحيث ما يبقاش فيه اوبوزنج بون اصلا.
بشيله مش بخش بالعرض، بخش بالطول اشيل البار ده كله لحد بوصل ان فوق كارتليج وتحت كارتليج وميديال مفيش حاجه بحيث ما يحصلش يونيون. لكن لو حسيت ان البوني سيرفيس قريب من بعض بحط بوني واكس. دكتور احمد زهدي بيقول لك do we need to use soft tissue spacers to avoid refusion after excision. نفس السؤال. دكتور رشدي بيقول السلام عليكم، could we make arthroeresis for adult patients؟ سامعني يا سامة؟ سامعني يا محمد؟ صوت قطع يا دكتور محمد. انا سامع بيقول لك تقدر تعمل arthroeresis in adults؟ لسه الجايد لاينز السوليد بتاعت اليوز اوف arthroeresis in adults مش واضحه. في ناس بتعمله في التبيالس بوستيريور ستيج 2 وفي ناس بتقول ان ما ينفعش. فانا وانا عن نفسي شخصيا ما جربتش احط arthroeresis في adults، فانا ما عنديش اجابه. انما غالبيه الناس بتقول ان ده فور بيدياتريكس اونلي، لكن في ناس بدات تستعمله بس بجايد لاينز مختلفه عن استعماله في البيدياتريك في الادلت، ان هو لازم يكون معاه ميديال ترانستيشن كالكينيال اوستيوتومي وتيبيالس بوستيريو ريكونستراكشن، بيستعملوه بدل اللاترال كولوم لينتنج. بس الكلام ده لسه ما اتنشرش قوي، ما عليهوش كلام كتير لغايه دلوقتي ان احنا نقول له بقى صوره جايد لاينز زي البيدياتريك. دكتور اسامه عندك على الفيسبوك اسئله؟ في اسئله متكرره لكن الاغلبيه بيسقفوا للدكتور محمد وبيشكروه المحاضره الجميله الحقيقه يعني. وانا واحد من الناس استفدت والله المحاضره جدا، لان كان الموضوع برضك الى حد ما يعني مش مطروق قوي. حتى انا يعني انت عارفين ان احنا متابعين وبينار في كذا جهه، الموضوع ده اعتقد ان هو ما اتقالش خالص. وبالفعل انا بحيي الدكتور محمد على اختياره لموضوع النهارده، واعتقد ان في ناس كتيره كانت محتاجاه الحقيقه ومحتاجه يعني تفهم حاجات عنه، لانه كان في نقط كتيره محتاجه تتوضح الحقيقه. تمام، لو ما فيش اسئله في الفيسبوك نبتدي بقى نختم. تمام، اتفضل يا اسامه. طيب شكرا دكتور محمد، كان النهارده معانا الاستاذ دكتور محمد مختار استاذ جراحه العظام بطب عين شمس. يعني طبعا هي وحده فوت في الانك الحقيقه وحده يعني مميزه تماما. طبعا المايسترو بتاعها استاذ دكتور عاطف بلتاجي مظبطها تظبيطه 10/10. والحقيقه يعني المجموعه عند حسن الظن، يعني بتختار مواضيع يعني حتى لما بنقول انه المواضيع مثلا قربت تخلص بيطلع لنا مواضيع كتيره ومواضيع مهمة الحقيقة. وطبعا احنا معانا يعني فاتحين باب للاقتراحات، يعني لو في اقتراحات لمواضيع جديدة احنا جاهزين وعلى هبة الاستعداد. يعني برضك بنستغل وجودك عندي يا باشا موضوعات جديدة محضر لك كم موضوع كده يا دكتور أسامة. والله لو تعزمني بس يا بيه تاني عندي 4 موضوعات تانيين. يعني ده يا فندم ده نتشرف، ده احنا يعني يعني في منتهى السعاده وفي غايه الامتنان والتقدير لحضرتك ان انت بتقبل الدعوه اساسا يعني محمد. يا نهار ابيض، ده شرف فينا يا باشا. لا ما تقولش كده، بس هو الحقيقه يعني هو في سؤال يا محمد، سؤال ظهر كده تايه السؤال ده، فالمهم نجاوب عليه برضه طالما صاحبه تعب وكتبه. بيقول لك وين تو ريموف ذا arthroeresis implant at least 2 years بعد ما نحطه، ولو painless بسيبه. تمام، اتفضل يا سام. دكتور محمد يعني انت النهارده كنت في دعابه كده دعبتها للساده الحضور، لكن انا بجد عايز اسمع راي حضرتك. انت سالت اسئله صعبه النهارده، وحضرتك معانا من بدايه الكورس من شهر 4 اللي فات، من بدايه شهر رمضان يعني. ايه رايك في مستوى الساده الحضور؟ هل فعلا المحاضرات وانتظامها اثر بالايجاب وبصوره هل واضحه لحضرتك فعلا على المستوى؟
واكيد حضرتك أيوة. امتحنت ماجستير اكيد ودكتوراه الدور اللي هو الشهر اللي كان فات دوت، فايه راي حضرتك في الاثر يعني؟ اكيد يعني انا حاسس ان المستوى بيعلى، الناس انترستد، بيتفرجوا هم قاعدين في البيت، بدات الناس يعني انا اقول لحضرتك اكتر من كده يا دكتور اسامه، الناس دلوقتي تتكلم على موضوع انت في بعد اسبوع او اسبوعين الناس بعتلي على الفيس احنا شفنا حاله زي عملتها في محاضره وعملنا لها كذا، ايه رايك؟ انا جالي كسر بالشكل بعد ما عملنا الدسكشن على الانكل فراكشرز، انا جالي حاله زي اللي جاي وعملت زي ما حضرتك قلت، ايه رايك في البوست اوبرتيف؟ فيعني ده هم بقى مش كده، ده هم شاف ودور على حاله زيها وابلايد وبيبعت لي رايي في اللي هو عمله، فلا طبعا ده بيعلي المستوى. يعني انا دكتور اسامه ودكتور عاطف ازاي عارف ازاي انا بحب احضر المؤتمرات واحضر الساينتفك ايفنتس والحاجات دي؟ اكتر حاجه بتعلي مستوى الجراح هو ان هو يقدر يحضر يقعد يحضر ساينتفك ميتنج يتكلم مع الناس الاكبر منه والاصغر منه في الحاجات اللي بيعملها، يعني الواحد بيتعلم من الاصغر منه. انا ساعات كتير ناس اصغر واحد يصغر مني يسالني سؤال ما اعرفش اجابته، اه صحيح انا ما دورتش على السؤال ده ازاي، اقعد ادور انا على الاجابه او طب احنا نعمل ريسيرش على السؤال ده ندور عليه في العيانين. فمجرد الدسكشن وانا ابقى اكسبوزد للدسكشن مع ناس اكسبيرتس وناس بيتعلموا وناس انترستد كلنا بنستفيد وكلنا بنتعلم وبيخلي دايما مخنا يقظ والمستوى بيعلى، المستوى بيعلى اكيد. وده واضح الاسئله اللي انا سالتها صعبه جدا ما شاء الله كلهم عرفوها، فطبعا اكيد يا دكتور اسامه ودكتور عاطف مجهودكم واضح جدا 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 في مستوى الناس، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ويوفقكم دايما للاحسن ان شاء الله. هو الحقيقه مجهودكم واجتهاد اطباء العظام المصريين اللي هم اثبتوا ان هم حريصين على العلم ويعني باقل امكانيات وفي ظروف صعبه طبعا، وطبعا انت عارف قد ايه جراحين العظام في مصر تعبانين يعني، ورغم ذلك يقعدوا للساعه 12 واحده بالليل يقعدوا يتعلموا ويسمعوا محاضرات. وانا شايف ان برضه في حاجه مهمه جدا جدا بالاضافه للتعليم يعني، هو احترام المرض واحترام كل كبيره وصغيره. يعني انا متذكر لحضرتك في محاضره البوتس فراكشر انت طبعا اتكلمت عليها انه في حاجات بتبقى مزد مننا كلنا، لان احنا كنا في الماضي ان شاء الله يعني الله يعودها بنستهتر بحاله بوتس فراكشر، والنايب الجونيور بقى عايز يدخل يعمل حاله بوتس فراكشر لانه شايف انها حاله بسيطه، لكن ما يعرفش ان في مشاكل كتير في حالات الحاجات بتبقى مزد مننا. فاحترام كل اشاعه وكل مريض وكل حاله هو دوت السبيل الوحيد ان الواحد يبقى ابجريد المستوى بتاعه، وانه ان شاء الله ما يحصلش اي ميستيكس ولا اي كومبليكيشنز، ودوت التارجت بتاعنا كلنا ان شاء الله. وطبعا قبل ما يعني انا الكلمه للاستاذ الدكتور عاطف بتاجي، انا بشكر حضرتك جدا جدا وبشكر الساده الحضور، وبنفكرهم ان احنا يوم الجمعه الجايه ميعادنا مع الاستاذ الدكتور اسامه حجازي زي ما تعودنا المحاضره الشهريه بتاعته. اتفضل يا دكتور عاطف. شكرا يا دكتور اسامه. الموضوع صحيح فكره احترامنا للمرض مهما كان بسيط بيرجعني لمحاضره دكتور اشرف محرم لو تفتكر، كانت عن الكاربال تانل، قد ايه كثيرين مننا ما بيدوش هذا المرض او السندروم حقه وبيتساب سواء للنائب الجونيور او لسه حد بيتعلم ومشاكله كتيره جدا جدا جدا. فاحنا ما فيش حاجه اسمها حاله ماينور وحاله ميجور، يجب ان نحترم كل الحالات علشان ربنا يوفقنا يا رب والنتائج تطلع مرضيه. في الاخر مش هجدد كلامي غير ان انا هقول ان محمد مختار ده فارس من فرسان الفوت اند انكل، متوقع له ان شاء الله ان شاء الله حاجه كبيره جدا في القريب ان شاء الله. ربنا يوفقك يا محمد ويجازيك خير عن وقتك وجهدك وعلمك، ودايما هنلتقي مع بعض، انا هقلب الويبينار ده كله فوت اند انكل ما تخافش. انا موافق على كده، بشكر حد كتف عاطف طبعا. الله يخليك. حد كتف لأسامة عبد الرشيد وهنستولى على المكان. لا ما هو يبقى معايا ياخد بفوت معانا يا بيه، حول يا بيه حول. تشرف والله. حضرتك طبعا حضرتك هيخش جروب عادي يا بيه. احنا هنتمحك والله. خلاص. ربنا يا رب يوفق الجميع يا رب، ودايما الضحكه كده على وجوهكم، ودايما يا رب خير ليكم دايما. بشكركم
ونلتقي ان شاء الله يوم الجمعه. شكرا يا محمد، شكرا يا اسامه، شكرا لإليكزير وانسباير. شكرا، صباح على خير. شكرا، صباح على خير جميعا. متشكرين شركات الراعيه، شركه الكسير وشركه اسباير، وكان منورنا ومشرفنا الاستاذ دكتور محمد مختار، بارك الله فيه وبارك في علمه. ربنا يخليك لينا دكتور محمد، ودايما تمتعنا ودلعنا كده ان شاء الله. يلا صباح على خير. صباح على خير جميعا. شكرا.